موقف كوميدي بين الفنان تامر حسني وابنته تاليا وهكذا تصرف معها. إليكم التفاصيل. كشف الفنان تامر حسني عن موقف كوميدي جمع بينه وبين ابنته تاليا قبل ذهابه لأحد الأفراح. فوجئ تامر حسني بتصرف ابنته التلقائي أثناء استعداده للخروج، تقبل مزاجها معه، وفاجأ الجمهور برد فعله الهادئ، وتوعد ابنته وأكد على أنه سيرد لها المقلب. خلال الساعات الماضية كشف الفنان تامر حسني عن موقف كوميدي تعرض له مع ابنته تاليا، حيث شارك مقطع مصور ظهرت خلاله ابنته تاليا وهي تقوم بدفع والدها بطريقة مفاجئة في حمام السباحة، وكان يرتدي وقتها بدلة سوداء وفي اتجاهه للخروج من المنزل. تقبل تامر حسني مزاح ابنته ودخل في نوبة ضحك وخرج من حمام السباحة على الفور وحمل ابنته وقفز وهو يحملها مرة أخرى في حمام السباحة. أرفق تامر المقطع المصور الذي شاركه بتعليق قال من خلاله: اللي بعمله في الناس تاليا طلعتو علي بالبدلة كمان ماشي يا توتا انت براحتك ألاقي فيه بقى إني رحت الفرح كده بس هردها لك يا توتا أصبري علي. علاقة تامر حسني وابنته تاليا مميزة للغاية، ففي كثير من الأحيان تظهر معه خلال الحفلات الغنائية والمناسبات العامة، وكان من أبرز اللقطات التي جمعتهما خلال الفترة الماضية اللقطة التي تقمصت خلالها تاليا دور مديرة أعمال والدها خلال حضورها إحدى الحفلات معه.